انما انا عايز اسال سؤال ازاي نمنع ده بقى استاذ سماح ايه المحظورات والحاجات تبتدي لي من الاول كده اللي هي من الاول ازاي نلحق ده من الاول من البدايه خالص انت لسه حضرتك بتتكلم على الاكتشاف المبكر م. انا أقول لحضرتك احنا محتاجين نتكلم على مرحله قبل الاكتشاف المبكر م. انا محتاجه اكون مع اولادي بستثمر لهم كل ثانيه في حياتهم م. ما سيبهمش لو يعني حد... ابني تحت عينيا في كل لحظه طبعا آه. مبدئيا كده محدش بيوصل لمرحله الادمان الا اذا كان في مشكله سلوكيه واجهته قبلها م. واحنا ما ما عندناش وعي بالمشاكل السلوكيه اللي ممكن يتعرض لها الطفل زي النشاط الزايد مثلا النشاط الزايد النشاط الزايد عند الاطفال آه. من اكتر الحاجات اللي بتسبب ادمان ما هو إدمان. ده عشان كده احنا ما عندناش ملاعب وما عندناش في حته اللي لا اللي هي بت... الفكره ان احنا مش واعيين احنا بنتخيل ان النشاط الزايد ده يعني هو شقي شويه اه عرفتها اه من لا هو مش يعني احنا محتاجين نواجه شويه ونسال ناس مختصه ما اسالش حد بس اول حاجه عشان ما تعديش معنى كده ان احنا النهارده ان الاطفال عندهم طاقه كبيره جدا طبعا وما بتخرجش لان انا اصلا ما عندناش ملاعب للممارسه ما انا طبعاً. لو عندي فسحه لو كل ثلاثة اربع عمارات بتدينه في الموضوع في وده من الحاجات اللي انا عايز اقول للدكتور مصطفى مدبولي عليها يا عم سيب لي مساحه فاضيه فسحه سيب اللي فسحة. كان زمان بنقول عليها الـ 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 الخرابه ما كانش خرابه ولا حاجه انما انا بسيب بين <applause> العمارات مساحه فاضيه الولاد يلعبوا فيها يبقوا تحت عينينا هو الفكر ان يلعب فيها اي حاجه يطلع الطاقه الزايده لان انا ما طلعتش هتعمل ايه بقى قول لنا بس انا محتاجه الاول اعرف هو هيلعب ايه في الفسحه مش هو يعني انا اقصد اقول يبقى في مساحه تمام الطاقه الزايده ديت لو ما طلعتش تتوجه صح هتعمل لنا مشكله طبعا تتولي هي صح هيبقى ادمان على طول على طول كده طبعا ولو هو طفل اول ما اول ما يكمل 18 بعد سن المراهقه هيتشخص اضطراب نفسي اه فانا مش محتاج اعمل ده مش... يعني هي والده سيد بتقول هو بقاله 12 سنه سيد بقاله 20 سنه كان بياخد مخدرات 20 سنه قعد 20 سنه بس ياخد م اه بس هي من من المعتقدات الخاطئه اللي احنا بنواجهها آه. ان مامت سيد مش معتبره ان السجاير والحشيش وال والكيمايكلز كلها آه. ادمان اه هي بتحسب له 12 سنه ابتداء ما لما بدا الهيروين آه. آه. اه بس ده كان دخل في الثقيل برضو عم سيد يعني اه طبعا آه. آه. كان آه. والحشيش آه. الحشيش كارثي آه. ولا كانش واعي بنفسه خالص آه. يعني 20 يعني اه طيب عشرين. إنما سنه انما هو يروين 16 يعني انا مش مستنيه مش عايزه استنى لغايه لما اشوف سلوكيات غريبه على ابني عشان ابدا اتصل نعم بالخط الساخن اسال هو ممكن يبقى في من مشكله من ولا من لا لا من الاول يعني ما هو كمان مش عايزين كمان ايه نقول ما هو مش كل عيل هيشرب سيجاره دلع وبتاع هناخده على انه ادمان لو ما شربش السيجاره دي هبقى ضمن ان هو مش هيبقى مدمن طيب. انما لو شرب السيجاره خلاص انا احتمال انه يبقى كده طبعا آه. طبعا فنخلي بالنا يعني طبعا اه السيجاره مؤشر قوي جدا مؤشر قوي مؤشر اه مؤشر قوي لانه يبقى مدمن طبعا آه. خلاص هو هو فاضل ايه هو بياخد السيجاره فالمره الجايه هجرب الحشيش ما احنا <applause> في عندنا بس <سبسة> عايزين <applause> نوضح المساله ديت واحنا النهارده تقريبا في بيوت كتير الاب بيدخن وممكن تبقى الام بتدخن خلاص الطفل الصغير الصغير خالص اللي ما يعرفش اي حاجه هما شايفهم بيعملوا حاجه ولو ليه مسك عيب السنار يضربوه أوه. تمام انما هم بيدخنوا وهم بيدخنوا بس مش مدمنين ومش هيبقوا مدمنين يعني في مرحله ان هو ورا أسير للنيكوتين يعني هو مدمن نيكوتين تمام انا النهارده الفكره كلها يعني ازاي الله يكون في العون ازاي انا عايز اقنع ولادي انك انت ما بتعملش كذا وكذا وكذا وانا بعمل ده ما هو ده ما ينفعش اه ما ينفعش لا ما ينفعش يعني انا يعني لو حد بيشرب سجاير بيشربها اللي بينفس اكملت اتعلم الاول أنفس انا مش هينفع اقول لك ما تعملش حاجه انا بعملها <applause> <كتب> طيب انت أو اول حاجه اللي هي الطاقه الكبيره دي اللي ما بتطلعش ايه تاني من الحاجات المؤثره اللي لو في مشكله في مهارات الحياه عندهم في مهارات الحياه اللي هي يعني ابني مثلا لما بيتصدر لمشكله ما بيعرفش يواجهها م. بيهرب م. بيخليني انا اللي في المواجهه ابدا اواجه ده ابني إيه ما عندوش مهاره التواصل يعني دي معناها ان لازم تتعرف على مشاكله الأم. طبعا على فكره بعد مرحله التعافي إيه المرحله الاولانيه لاعراض الانسحاب دي بتبقى اسهل مرحله الناس بتخاف منها بعد كده بندخل ازاي نعدي بمرحله الاعتماديه النفسيه بعد كده بنديله مهارات حياه ازاي بقى يواجه هم. ازاي يواجه الحاجات اه ازاي يواجه ازاي يتواصل لوحده من غير المخدر هم. دي بتبقى حاجه صعبه جدا عليه اه هو كان بياخد المخدر عشان يواجه اي مشكله او عشان يغيبه عن المشكله اي ام عندنا بتيجي اول حاجه بتقولها ده احن ابن عندي آه. هو دي حقيقه آه. هو فعلا كده لان هو بيبقى ضعيف آه. هو ضعيف فتعرض عليه حاجه هتقوي له شخصيته آه. فبياخدها لما بيجي يبطل الحاجه دي بيرجع تاني للشخصيه الاولانيه آه. الشخص اللي ما عندوش توكيديه آه. اللي مش هيعرف يقول لا لحد اي حد يقول له حاجه يقوله له حاضر اه يعني هو المدمن بسمات الشخصيه بتاعته فيها بعض العوار في حاجات بزرق. فلو ابنك انك أنت انتي حاسه في شخصيته خلي بالك بقى عشان نبتدي نبتدي ايه بقى نبتدي بقى نعدل له ده على نعدله فكره في امهات بتقرا لوحدها م. وتسال من غير ما تعرض ابنها ان هو يروح عياده بتقرا وتسال وتعدل لوحدها اه